Thank you.
يوم من الأسبوع قد اجتمعنا لنكسر الكتلة. أخذ بولس يعد المجتمعين، ولما كان ينوي السفر في اليوم التالي أطال وعده إلى منتصف الليل، وكان اجتماعنا في غرفة بالطبقة العليا، وقد أشيت فيها مصابيح كثيرة. وكان شاب اسمه أفتيكوس قد جلس على النافذة، فغلب عليه النوم العميق، وبولس ماض في حديثه الطويل، فسقط من الطبقة الثالثة وحمل ميتا. فنزل بولس وارتمى عليه وطوقه بذراعيه وقال: لا تقلقوا، فما تزال حياته فيه. وبعدما صعد بولس وكسر الخبز وأكله، ثم تابع حديثه إلى الفجر، سافر برا. أما الشاب فجاء به حيا، فكان لهم بذلك عزاء عظيم. وأما نحن فسبقنا بولس وتوجهنا إلى أسوس بطريق البحر، حيث انتظرنا وصوله حسب الخطة التي كان قد رسمها بأن يوافينا سيرا على قدميه. فلما لحق بنا أصعدناه إلى السفينة وأبحرنا إلى ميناء ميتيلين، وتابعنا السفر. فوصلنا في اليوم التالي أمام جزيرة خيوسة، وفي اليوم الثالث مررنا بالقرب من جزيرة ساموس، ووصلنا ميليتوس في اليوم الرابع. وكان بولس قد قرر أن يتجاوز أفسوس في البحر لكي لا يتأخر في مقاطعة في آسيا، فقد كان يريد السرعة لعله يتمكن من الوصول إلى أورشليم في اليوم الخمسين. الكلخوم عشو لان وروم الكلخوم
إنجيليون قايش القراني شمشيحو تبرزو محيوني ثومي لقوس مسبرونو دمسابر حايو فرقونو العلمو اذكر انك استوفيت خيراتك